زي ما قلت كده لحضراتكم في بداية الحلقة إن النهاردة كان في حدث الحقيقة محترم جداً من قبل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه عقد مؤتمر تحت عنوان حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد الجائحة. الحقيقة المؤتمر ده يعتبر يعني مؤتمر نوعي، منطقة الشرق الأوسط ما شافتش الموضوع ده قبل كده، وكان بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة. ده كمان غير مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي. كان في توصيات جديرة بالذكر في هذه الفقرة لازم ان احنا نتكلم عنها، وازاي قد ايه بتخص ملف حقوق الإنسان، خاصة ان هذا الملف زي ما احنا اتكلمنا امبارح ان في مؤسسات كتيرة بتدعي ان هي بتهتم بهذا الملف الخاص وبتتشدق به دائما، ولكن ما وراء الستار فهي تعمل لمصالحها الخاصة وبعض المطامع السياسية. لو بنتكلم على الأهداف النبيلة، الأهداف المحترمة اللي خرج منها هذا المؤتمر، خلونا نتكلم مع الأستاذ محمد هيكل الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يا أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وبهنيك الحقيقة على هذا المؤتمر. ألف شكر لحضرتك، تحياتي لكم وللسادة المتابعين يا فندم. لو نبدأ بالتوصيات اللي خرج بيها المؤتمر في ضوء طبعا الملف المهم اللي ناقشه وهو حقوق الإنسان وبناء عالم ما بعد جائحة كورونا. يعني أغلب التوصيات كانت جاية من المناقشات والكلمات الخاصة بالسادة الحضور. الكلمات كانت في معظمها كلمات هامة جدا، تم ترجمة الكلمات دي والمداخلات والمناقشات والأسئلة اللي طرحت في القاعة، سواء الأسئلة اللي طرحت في القاعة أو الأسئلة اللي تلقيناها في البث المباشر من الخارج، كلها أثرت الحوار وأدت إن احنا نكون محتاجين لترجمة الحوار ده لتوصيات حقيقية شفناها في البيان الختامي للجلسة. بالنسبة للتوصيات، احنا في توصيتين بالنسبة لي أعتقد إن هما الأبرز والأهم. التوصية الأولى، المركز بعد المؤتمر قررنا أن يكون عندنا منصة أو وحدة خاصة لجمع جميع المنظمات الدولية المهتمة والمعنية بموضوع حقوق الإنسان، كما المنظمات والمبادرات الأهلية التي دعمت المجتمعات، المجتمع المصري، وحتى في الخارج اللي دعمت المجتمعات الدولية في المبادرات الخارجية في الدول الأخرى. كذلك هننشئ منصة في المركز المصري جامعة تعتبر كمظلة لكل هذه المبادرات والجمعيات واللجان الدولية، كذلك لتوطيد التعاون ما بينهم، لتوطيد العلاقات، لتوطيد العمل، لخلق شكل تعاوني حقيقي بين كل المبادرات دي. يمكن في الجلسة الثالثة اللي تحدثت فيها طبعا معالي الوزيرة التضامن الدكتورة نبيل القباج، كان من أبرز النقط هنا التشابك اللي حاصل بين منظمات المجتمع المدني، وده الهدف بالأساس من التوصية، التشديد على التشبيك بين مبادرات المجتمع المدني اللي هي تعتبر رسمت عالم ما بعد الجائحة فعلا، أو هي لبنة الأساس لعالم ما بعد الجائحة. توصية أخرى أحب ألفت النظر لها وأعتبرها هي الأهم كذلك، التوصية الخاصة بدعم المؤتمر ودعم المركز للمقترح الخاص بضرورة تسريع إجراءات الإفراج وضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالتقاضي ودرجاتها المختلفة. أعتقد أن ده مقترح أكثر من رائع، مقترح يمكن أن نتناوله مع الجهات المعنية، ويمكن أن يخلق حالة حركة حقيقية، ويمكن أن يخلق مناخ حقيقي على الأرض إذا تم مناقشته مع الجهات المعنية ومع كذلك شركائنا المبادرات والمنظمات الأممية اللي حضرت معنا في المؤتمر. يمكن دول بالنسبة لي أنا أهم توصيتين. في طبعا التوصيات كانت متعددة كلها طبعا كانت مهمة، لكن أنا بشوف أن دول أهم توصيتين بالنسبة لي. طيب لو بنتكلم على يعني الجزء الآخر الخاص بعنوان هذا المؤتمر، يعني بناء عالم ما بعد الجائحة، لو بنتكلم عن الجائحة فبتترجم دائما بالقطاع الصحي، ووزارة الصحة المصرية كانت حاضرة في هذا المؤتمر بقوة الحقيقة، وكمان ممثلة الصحة العالمية كان ليها دور في هذا المؤتمر بشكل كبير. لو بنتكلم في مجال الصحة وربطه بحقوق الإنسان، مصر فين بالضبط تحديدا، وإزاي المؤتمر أبرز دور مصر في التعامل مع الملف الصحي؟
اولا احنا اتفرجنا من سياده الوزيره وزيره الصحه دكتوره هاله زايد على عرض عن جهود وزاره الصحه المصريه قبل وخلال الجائحه، وده القى الضوء بشكل كامل على الجهود اللي الوزاره اقامتها والجهود اللي الدوله اقامتها لمجابهه الجائحه وتخفيف اثرها كمان على المجتمع، مش بس مجابهتها. اما بالنسبه للشق الخاص بالتعاون مع منظمه الصحه الدوليه، كان طبعا معانا متحدثه دكتوره نعيمه القصير رئيس بعثه الامم المتحده، رئيس بعثه منظمه الصحه العالميه في القاهره. طبعا هي تحدثت على الجانب التعاوني بين الدوله وبين منظمه الصحه العالميه، وازاي فعلا كان في تضافر وتعاون حقيقي بين الوزاره وبين منظمه الصحه العالميه لتخفيف حده الجائحه. بالنسبه لسؤال حضرتك، موقع حقوق الانسان من الصحه بالاساس في وجهه نظري الشخصيه، حقوق الانسان بالاساس الصحة هي حق طبيعي ومفروغ منه لكل إنسان، الحصول على العلاج، الحصول على الدواء، الحصول على الخدمات الطبية هو حق لكل مواطن العالم. الجائحة حقيقة كشفت عن عوار في هذا الأمر، بمعنى أن في دول أو خلينا نقول مجتمعات اللي أقل دخلا أو الظروف الاقتصادية مش في أحسن الأوضاع عانت فعلا من فجوة في تقديم الخدمات الصحية لمواطنيها. الحمد لله في مصر يمكن ما شفناش الوضع ده، لان الحمد لله زي ما احنا وزاره الصحه اتكلمت، خطه الدوله كانت مساعده جدا لتفادي اثار الجائحه اللي كانت موجوده اصلا قبل التطوير اللي حصل في القطاع الصحي قبل الجائحه. طبعا احنا ما كناش نعرف ان في جائحه، لكن التطوير زي ما سياده الوزير قالت، التطوير اللي حصل ده خدمنا وقت الجائحه ان احنا قدرنا نوفر الخدمات الصحيه للمواطنين المصريين. كذلك على المستوى الدولي، دكتوره نعيمه قصير تحدثت عن جهود المنظمه في مواجهة الجائحة على المستوى الدولي، بالأخص في المجتمعات الأقل دخلا والأقل من ناحية الظروف الاقتصادية. بالتأكيد الجلسة أكدت على أن الحصول على جميع الخدمات الصحية الدوائية، الخدمات الصحية أو الحق في الحصول على الرعاية أو الحق في الحصول على مكان في أحد المستشفيات، ده حق حقيقي لكل مواطن، ويجب كمان تطوير هذه الحقوق بالتزامن مع الظرف التاريخي اللي احنا فيه. يعني مش معقولة نكون في هذا الظرف التاريخي العصيب، في الظرف اللي يمكن بنشوفه أول مرة في حياتنا. أنا على المستوى الشخصي بشوف حاجة زي دي أول مرة في حياتي، جائحة بهذا الحجم. طبعا تقريبا معظم العالم معاش أجواء زي دي، فكان من الداعي ومن الضروري وضع بعد تطويري للحقوق الصحية التي يحصل عليها المواطنين في العالم حاليا. طيب.